مساء الخير يا ابطال الصف الثالث المتوسط، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونون بخير. ورجعت لكم بفيديو جديد ومكملين بالوحده الثالثه ان شاء الله. مثل ما اتفقنا بانه احنا راح نمشي بنظام الدروس، نظام الدروس هو انه ندخل بالدرس ونشوف شنو الاشياء اللي موجوده عندنا به. فاحنا خلصنا الدرس الاول، تمرين اسقاطات كان عندنا صفحه 40 اخذناه، وعندنا المقارنه والتفضيل والمقارنه مع عكس الصفه باستخدام الاز از. هذه كلها خلصناها هي وتمارينها. نجي للدرس الثاني، عندنا حالة اف الشرطية الأولى وهي تمارينها. يعني موضوع اليوم موضوع قواعد بحت، عندنا به تمرينين فقط صفحة 43، وراح نشرح به حالة اف الشرطية الأولى. فعلى بركة الله بدون مقدمات خلينا نشوف شنو هي حالة اف الشرطية الأولى. أولا الاف بشكل عام معناها إذا. الإذا يعني هي أداة شرط. شنو أداة شرط أستاذ؟ يعني لازم بيها فعل شرط وبيها جواب الشرط. شلون؟ على سبيل المثال هسه بالعربي أقول إذا درست سوف تنجح، إذا ذهبت الآن ستصل في الوقت المناسب، إذا تدربنا جيدا سوف نفوز في المباراة. فهنا الإف معناها إنه شيء ممكن الحصول بالمستقبل، شيء مشترط بحصول شيء آخر. هذه من ناحية المعنى. زين، شلون يصير تركيبها؟ بما أنه هي أداة شرط وبنفس الوقت راح تربط لي جملتين، جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط. فراح إذا أجتك الإف بالبداية، هذا الإف إذا أجت بالبداية، الزمن راح تربط لي زمنين، هذا زمن وهذا زمن. يعني راح تربط زمنين. شنو ذول الزمنين؟ هذا الزمن اللي وراها لا تشبيه مباشرة هو اسمه مضارع بسيط، هذا اللي لا تشبيه بشكل مباشر. الزمن اللي صاير بعد الفارزة هذا راح يكون مستقبل بسيط. زين، هذه إذا كانت الإف وين؟ إذا كانت الإف صايرة في بداية الجملة. أكو عندنا ترتيب ثاني، إنه على سبيل المثال حتى ما أخربط الترتيب، إذا كانت عندك الإف صايرة في منتصف الجملة، هسه هذا ما راح أكتبه أنا بس لمعلوماتك. إذا كانت الإف صايرة هنا بنص الجملة، يعني مو بالبداية، إذا بالبداية وراها مضارع بسيط وبعدين مستقبل بسيط، لكن إذا صارت بالنص، من اللي دائما لاطش بالإف؟ اللي دائما لاطش بالإف هو المضارع البسيط. يعني هسه أنت اللي ورا الإف دائما سواء كانت بالنص أو سواء كانت بالنهاية أو سواء كانت وين ما كان، دائما اللي وراها من هو المضارع البسيط. هي لها موقعين، لو بالبداية لو بالنص. زين أستاذ، لعد المستقبل وين راح؟ المستقبل راح يجي قبلها، فيصير هنا مستقبل بسيط. هذا هسه من ناحية الترتيب. إذا الإف بالبداية يكون أكو بالنص فارزة، إذا الإف بالنص ماكو فارزة، راح تصير هي أداة الربط اللي تربط للجملتين، وهذه تفيدكم حتى بالتنقيط، إنه إذا أكو إف بالبداية معناها لازم أكو بالنص فارزة تفصل للجملة الأولى عن الجملة الثانية. هذا هسه من ناحية شنو يا شباب؟ من ناحية الترتيب. زين أستاذ، السؤال بالامتحان الوضعية شنو؟ باول أنت عندك زمنين، إذا تعرف المضارع البسيط وتعرف المستقبل البسيط أمورك بسيطة، إذا ما تعرفهن شغلتك بالضيم. أنت إيش راح يجيك؟ إذا إجاك هنا فرضا على سبيل المثال فعل مجرد، يعني بالاختيار بالتصحيح، إذا إجاك هنا فعل مجرد وبجملة من؟ بجملة الإف. أعيد، فعل مجرد وبجملة الإف، إيش راح تسوي؟ هذا الفعل المجرد يا شباب راح يصير بحالتين. هذا الفعل المجرد حله بطريقتين، يا أما الفعل راح ياخذ S، يا أما يكون فعل مجرد خالي من أي إضافة. أستاذ أنا بكيف ياخذ فعل مجرد لو أخذ فعل بي S؟ لا، حسب الفاعل.
إذا الفاعل مالتك كان جمع وإذا كان مفرد. يعني على سبيل المثال هسه هذه عندنا الحالة الشرطية الأولى، راح نجي نشوف بأنه الترتيب شلون يصير. راح يصير عندك مضائف زائدا مضارع بسيط زائدا مستقبل بسيط. تركيب جملة المضارع، هي شنو تركيب جملة المضارع؟ هذه تركيب جملة المضارع عبارة عن فاعل وفعل وتكملة. شنو تركيب جملة المستقبل؟ عبارة عن فاعل will ومجرد، بالنفي فاعل will not ومجرد. هذا هنا فاعل will not ومجرد، وهذا don't و doesn't. إذا أريد أسوي سؤال، جملة المضارع تنزل مثل ما هي، والسؤال وين يصير؟ السؤال يصير على جملة الإف. هسه أعيد لكم إياهن على السريع. هاي عندك هنا جملتين، هذه الجملة الأولى اللي بعد الإف، يعني هنا تتخيل هنا شنو هاي الجمل كلها شبيهة بالبداية، كلهن بيهن إف، كلهن بدايتهن شنو إف، كلهم بدايتهم شنو إف. فالإف وراها مضارع بسيط. شنو تركيب جملة المضارع البسيط؟ عبارة عن فاعل، هذه بجملة المثبت طبعا، وفعل، الفعل يا لو يأخذ إس لو يبقى مجرد. استاذ احنا بكيفنا الفعل ياخذ اس لو مجرد؟ لا، حسب الفاعل. اذا كان الفاعل هي او شي او ات او اي اسم مفرد، معناها الفعل مالتنا لازم نضيف لاس الشخص الثالث. اجي لك القواعد اضافة الاس. طبعا اذا كان عندك اي او كان عندك وي او كان عندك يو أو كان عندك they أو كان عندك أي اسم جمع، هنا الفعل راح يبقى مجرد مثل ما هو. شلون أميز الاسم الجمع؟ الاسم الجمع ياخذ S. شلون استاذ؟ مثلا هسه إذا قلت على سبيل المثال كلمة a student، هذه مفردة، الفعل مالتها راح تاخذ فعل ماخذ اس. لكن اذا قلت students، هنا الاسم اخذ اس، معناها الفعل ما راح ياخذ اس، راح يكون الفعل مجرد خالي من اي اضافه. فاستاذ احنا بكيفنا نضيف اس للفعل؟ لا، حسب الفاعل. اذا كان مفرد راح ياخذ اس، اذا كان جمع او اي راح يبقى مجرد مثل ما هو. زين، هسه على سبيل المثال اذا قلت they، ايش راح تقولون؟ راح تاخذ walk لو راح تاخذ walks؟ اذا كان عندي he، الhe راح تاخذ right لو تاخذ rights؟ هذا جمع، معناها الفعل مالته راح يبقى مجرد. هذا مفرد، معناها الفعل مالته راح ياخذ اس. هو هذا اللي يقصد بيه، بانه الفعل لو يبقى مجرد لو ياخذ اس. نجي لجملة المستقبل. جملة المستقبل هي عبارة عن فاعل، اي فاعل، سواء اسم، ضمير، مفرد، جمع، زائدا will زائدا فعل مجرد، وبعدين تكملة الجملة. فهسه اللي افتهمناه شنو؟ انه احنا اذا اجانا فعل بين قوسين، هذا مجرد لو راح يبقى نفسه مجرد، لو راح نضيف لأس. ليش؟ لان هو الفعل لو اس لو مجرد. اذا اجانا هنا بجملة المستقبل فعل مجرد، هذا ايش راح اسوي؟ كل اللي اسوي اخلي قبله will وانزله، بس راح اقول هنا will ونزل الفعل المجرد وانتهى الحل، بس هيك. هاي اذا كانت الجملة شنو؟ اذا كانت الجملة مثبتة. زين، شلون استدل استاذ على هاي الحالة الاولى؟ شوف، اذا مرات تجيك اختيارات، اذا لقيت مستقبل يعني الجملة اللي وراء اف مضارع بسيط،
إذا لقيت مضارع بسيط يعني الجملة اللي ورا الفارزة هي مستقبل بسيط، يعني هذه يدل على هذا إذا اختيارات. فأنت إذا شفت فعل مجرد أو ماخذ اس وإف قبله معناه هنا لازم تختار ويل ومجرد، بينما إذا شفت هذا هنا عندك اختيارات وهنا عندك ويل ومجرد معناه هنا لازم تختار لو فعل مجرد لو فعل ماخذ اس حسب الفاعل، مثل شلون قبل شوية قلنا. زين، هسه نجي لمن نجي إلى جملة النفي إذا كانت منفية مو مثبتة. هسه إذا مثبتة، إذا منفية الإف راح يجي وراها فاعل، بعدين نجيب لو دونت لو دوزنت، وبعدين الفعل دائما مجرد بجملة المضارع البسيط. إذا كان نفي دائما الفعل مجرد. استاذ الدونت والدوزنت بكيفنا؟ لا مو بكيفك حبيبي. إذا كان عندك الفاعل جمع هذه راح تصير doesn't، عفوا إذا مفرد. إذا كان عندك الفاعل جمع هذه راح تصير don't، فهنا عندي إذا I we you they أو اسم جمع تأخذ don't، إذا كان عندي he she it أو اسم مفرد هذه بالنفي راح تأخذ doesn't. والdon't والdoesn't دائما وراهم فعل مجرد خالي من أي إضافة. زين استاذ النفي بجملة الwill شلون يصير؟ النفي بجملة الwill مجرد تخلي will وتخلي وراها not، هي مو كانت will ومجرد، تقول will not زائدا فعل مجرد وبعدين تكملة الجملة. مرات هذه الwill not شلون تنكتب؟ تنكتب هيج، هذه دير بالك منها، هيج تنكتب بهاي الطريقة، فهذه نفسها هذه مو تروح تنسطر تجي كفخة معدلة، هذه الـ will not هي نفسها من هو نفسها الـ won't. زين هسه نجي للمخطط. إذا كان عندي هسه لنفرض كان عندي not وفعل مجرد بجملة if نوت وياها فعل مجرد بين قوسين، شو اسوي؟ كل اللي اسويه راح يصير الحل بطريقتين. اذا كان الفاعل مالتي مفرد، هذا الفاعل اذا كان مفرد اقول doesn't والفعل ينزل مجرد، اذا كان الفاعل مالتي جمع راح اقول don't والفعل ينزل مجرد. زين اذا كان عندي هنا لا نوت ومجرد، يعني بجملة الويل عندي نوت ومجرد بجملة الويل مو بجملة الاف، شو اسوي؟ بس اجيب ويل نوت وانزل الفعل المجرد، يعني الويل بس اجيب ويل لان النوت راح تنزل والمجرد راح ينزل، فبس اجيب ويل فصير ويل نوت زائدا فعل مجرد. زين هسه اجي هنا للحالة الأخيرة اللي هو في حال كان عندي سؤال. السؤال ما يصير على جملة اف، اعيد، السؤال ما يصير على جملة اف، يعني جملة المضارع راح تبقى مثل ما هي فاعل وفعل لو اس لو مجرد وتكمله. السؤال وين يصير؟ يصير على جملة الويل، أقدم الويل على الفاعل. يعني شلون أستاذ باو علي؟ إذا كان عندك هذا الشكل، طبعا جملة الويل قلنا شبيها جملة الإف راح تبقى مثل ما هي. إذا لقيت عندك بين قوسين لنفرض عندك مثلا فاعل وعندك فعل بين قوسين وعندك بالنهاية علامة استفهام، إذا عندك علامة استفهام وفاعل وفعل بين قوسين شو تسوي؟ تقدم الويل على الفاعل. هذا الويل مو كانت فاعل زائد ويل، شوف هسه مو هاي فاعل والنوب وراها ويل، صح لو لا؟ انت ايش راح تسوي؟ تقدم الفاعل على الويل، فتقدم الويل على الفاعل، فاجيب ويل زائدا فاعل وأنزل الفعل المجرد وبالنهاية أخلي علامة استفهام سويت سؤال. أستاذ زين إذا عندي سؤال بأداة سؤال
بسيطة جدا، مجرد انه قبل ال will هنا راح تخلي أداة سؤال، فصير أداة سؤال زائد will زائد فاعل زائد فعل مجرد. هسا اجي بعد عندي ملاحظة صغيرة، انه اذا اجتك، اذا اجاك الفعل بي، هذا الفعل بي اذا اجاك بجملة المضارع البسيط، بيا جملة بجملة المضارع البسيط، هذا البي ايش راح يصير؟ راح يصير بثلاث اشكال، لو يصير is، لو يصير am، لو يصير are. استاذ بكيفنا؟ لا، اذا كان عندك هي او شي او ات، هذا البي اللي كان بين قوسين راح يصير is. اذا كان عندك اي، هذا راح يصير ام. يعني شلون؟ جيب لي هذا المسودة باو علي. اذا كان عندك هي او شي او ات او اسم مفرد، معناها البي هذا اللي بين قوسين راح تسويها از. اذا كان عندك اي، هذه راح تسويها البي تسويها ام. اذا كان عندك وي او يو او ذي، هذه او اي اسم جمع، هذه البي راح تصير ار. هذه اول ملاحظه تخليها بدماغك. زين، اذا بقى عندي منو ملاحظة، طبعا البي بجملة الويل تبقى نفسها، هذه البي اذا كانت بجملة الويل تبقى نفسها، بس اجيب قولها ويل فصير ويل بي، بس هيك يعني، مجرد تبقى فعل مجرد، والبي والويل اش تاخذ فعل مجرد فصارت ويل بي وفضت راحت. زين، مرات يجيني هم الفعل هاف، هذا الفعل هاف بالمضارع يصير يا أما هاف يا أما هاز. كيف نستاذ؟ لا، إذا كان عندك I أو we أو you أو they، فهذه أو أي اسم جمع، معناها الهاف راح تبقى نفسها مجردة. إذا كان عندك he أو she أو it او اي اسم مفرد، معناها هذه الهاف راح تصير هاز. طبعا بالمثبت هاز، اذا كانت نفي راح تصير دونت، انتبه زين، دونت هاف، واذا هذه كانت نفي تصير دازنت هاف. بينما هذه الهاف إذا أجتنا بجملة الويل كل شي ما بيها، فتصير بس ويل هاف، يعني اللي بعد الويل دائما يبقى نفسه، بس التغيير يصير وين؟ لما نحكي عن المضارع البسيط. زين، هسا إحنا نجي نطبق هذا الحكي اللي حكيناه على يمن، على أمثلة عملية ونحل ونشوف. زين، على سبيل المثال عندي يقول if people grow taller we need bigger houses، ويقول لي بين قوسين حل اياها بجملة المضارع البسيط، او حل اياها بالحالة الشرطية الاولى. شلون راح احلها؟ باعوا لي يا شباب. اول شي قلنا هذه جملة if وين صايرة بالبداية، يعني الجملة اللي وراها الحد الفارزة هذا مضارع بسيط. إذا أجاك فعل مجرد بالمضارع البسيط يصير بحالتين، لو يبقى مجرد نفسه لو ياخذ أس، كيفنا؟ لا، حسب من؟ حسب الفاعل مالته. شلون حسب الفاعل استاذ؟ يعني إذا كان الفاعل مالته مفرد هي شي إت، الفعل إش راح ياخذ؟ أس الشخص الثالث. إذا كان I, we, you, they أو اسم جمع، الفعل يبقى شنو؟ مجرد. زين، هسا إحنا من نجي لكلمة people يعني ناس هواي، هذا جمع شاذ، معناها الفعل لازم إيش يبقى؟ يبقى مجرد، يعني كل اللي راح تسويه تنزل الفعل مثل ما هو وبس فقط راحت. زين، عندي الجملة الثانية، إذا كانت الجملة الأولى جملة if
جملة مضارع. الجملة الثانية لازم جملة مستقبل. المستقبل إذا لقيت فعل مجرد بين قوسين، كل اللي راح تسويه شنو؟ تنزل will وتنزل وراها فعل مجرد، فراح أقول will need. بيها شي هذه عمي؟ هذه كلش بسيطة. زين. If she study hard she passes the test. أكو ملاحظة مهمة أريد أن أعطيك إياها قبل كل شيء. عندنا قواعد إضافة الأس إلى أفعال الاعتيادية. هذه مثلا الفعل work، هذا بس أضيف لأس فش يصير؟ يصير works. ها هي كذلك حتى اللي منتهي بإي، مثلا الفعل move إيش راح يصير؟ راح يصير moves. هذه قواعد إضافة الأس، طبعا إحنا ما أخذيها بالوحدة الثانية وبالتفصيل الممل أنا متأكد. زين، بس هذه اللي عندنا إضافة أس لازم نأخذها. عند اللي منتهي بX أو Z أو S أو double S أو CH أو SH أو O، هذول لازم أضيف لهم ES. شلون؟ يعني مثلا على سبيل المثال الفعل fix، من أجي أريد أضيف له ES راح أقول fixes. الفعل مثلا wash يغسل راح أقول washes. الفعل مثلا go راح يصير goes. مثلا do يصير does. الملاحظة الأخيرة ملاحظة الواي. الواي إذا قبلها A أو O أو I أو E أو U، يعني قبلها علة، راح شو نسوي؟ نضيف S فقط. ليه ما أعرف جاي أكتب بالأسود بس المهم. أما هذه الواي إذا كان قبلها حرف صحيح تقلب الواي إلى I ونضيف ES. مثلا الفعل cry، هسا هذا بيش منتهي؟ منتهي بواي. شنو اللي قبل الواي صحيح؟ ايش تتوقعون الحل؟ او عندي مثلا هنا play بيش منتهي بواي، شنو اللي قبل الواي؟ حرف علة. اذا اللي قبل الواي حرف علة شنو نسوي؟ نضيف S فقط، فهذه play راح أضيف لها S فقط. بينما الكراي قبلها صحيح راح أقلب الواي إلى I وأضيف ES. هذا بالنسبة إلى إضافة قواعد الأس للأفعال، هذه ملاحظات مهمة شوية. زين، أرجع للقاعدة مالتي الأصلية. فهنا عندي if she study، أنا إيش عندي قلت؟ قلت إذا كان عندي تصحيح بجملة if، يعني الفعل لو مجرد لو شنو؟ لو ياخذ اس الشخص الثالث. هسه عند الفاعل مفرد، اذا الفاعل مفرد لازم الفعل ياخذ اس. هذا منتهي بواي وقبل الواي حرف صحيح، اذا قبل الواي حرف صحيح تقلب الواي الى اي واضيف اي اس. فالستدي راح تصير ستديز. هنا نفس الحالة بها ملاحظة، المنتهي بدبل S مثل ما لاحظت قبل شوية. هسه هذه لو كانت في جملة if بها ملاحظة، بس هنا ما بها ملاحظة. ليش؟ لأنه عدنا بجملة will. هسه الجملة الأولى قلنا الفعل لو ياخذ S لو مجرد، هناش عندي will وبعدين أنزل الفعل المجرد. هذه الجملة شبيهة، الجملة مثبت، فكل اللي أسوي أنزل will وأنزل المجرد. هاي شوف باوع، راح تنزل will صعبة هاي وبعدين تنزل الفعل المجرد. زين، if you not train well you will lose the match. هسان شلون عرفت؟ هسا طبعا هنا راح ينطيك اسم الحالة، يقول لك لازم first conditional. ليش؟ لان عندك قوسين صححن. بس هنا ايش راح يقول لك؟ راح يقول لك بس correct، بس صحح. ليش؟ لان منطيق جملة الويل، انت اذا لقيت ويل يعني الجملة الاولى لازم تنحل بمن بالمضارع البسيط، اذا لقيت مضارع بسيط معناها الجملة الثانية لازم تنحل بمن بالويل. زين، هسا وهنا ايش منطيني؟ منطيني يا جملة، منطيني جملة الويل، هذه ويل زائد مجرد معناها هذه الحالة الشرطية الاولى.
إذا هذه الحالة الشرطية الأولى معناها الجملة لازم تنحل بالمضارع البسيط. إذا لقينا نوت زائد فعل مجرد والزمن مضارع بسيط، هنا لازم شو نسوي؟ لازم نخلي don't أو doesn't قبل الفعل المجرد. بكيفنا؟ لا، حسب الفاعل. إذا كان فاعل مفرد نقول doesn't، هذه. إذا فاعل مفرد he she it ناخذ doesn't، وإذا كان I we you they أو اسم جمع ناخذ don't. فاحنا ايش عندنا؟ عندنا يو، اليو يعتبر ضمن الجمع، فش راح نجيب؟ بس نجيب don't والفعل اللي بين قوسين ينزل. فالدو نزلت، راح تنزل النوت وراح تنزل وراها train، فصارت do not train well you will lose the match. وهذا ال will معناها جيدا، وهذا ال will معناها سوف، ميزوا بيناتهن زين. If she doesn't help me، شوف doesn't help يعني هذا مضارع بسيط، هنا بين قوسين راح يقول لك correct، هذا يعني مضارع بسيط. إذا مضارع بسيط محلولة يعني الجملة الثانية جملة مستقبل بسيط مبينه، ورا الاف مضارع محلولة، منو باقي لك؟ باقي لك جملة well. زين، إذا لقينا not ومجرد بجملة well شو نسوي؟ بس مجرد نجيب well وننزل النوت وننزل الفعل المجرد. هسه هذه مو نزلنا الاي، انزل الاي الفاعل، او حتى لو ما تنزله راح انزل ويل وانزل النوت وانزل الهيلب، فصارت اي ويل نوت هيلب. اف شي دزنت هيلب مي اي ويل نوت هيلب، هنا لازم تصير هير، اي لان من ناحيه المعنى ما ترهم هيلب مي هيلب مي شنو كذا، يقول يابا إذا هي ما ساعدتني أنا ما راح أساعدها، فصارت if she doesn't help me I will not help her. زين، what will happen if they، شوف هذه جملة will بها سؤال، what أداة سؤال بعدين will، شوف هنا لاحظتوا ال will تقدمت على اليمن على الفاعل لأنه سؤال، أكو بنهاية علامة استفهام. زين، شوف هنا أداة سؤال بعدين will بعدين فاعل، هنا عند الاف وين صايره؟ الاف صايره بالنص. اذا الاف صايره بالنص نفس الحاله يعني الفعل اللي وراها شيء يجي لو اس لو مجرد، صح لو لا؟ هذا مبين الحاله الاولى، ليش؟ لان عندنا ويل، بس بالحاله الاولى عندنا ويل، الحاله الثانيه عندنا وود، والحاله الثالثه عندنا وود هاف، فبالحاله الاولى عندنا ويل. زين، هنا من عندي ويل لازم اختار، اختار فعل ماضي، لو اختار ويل هو انا عندي ويل هنا يصير ويل ويل مرتين ما ترهم، يعني ما يصير مستقبل بمستقبل، لازم مضارع بسيط بمستقبل بسيط. زين، الحالة الأولى عندنا بها اي دي او شاذ، لا ما عندنا بها اي دي او شاذ، عندنا بها فعل اسم ومجرد، صح لو لا؟ هنا هذا مفرد فلازم ايش ياخذ؟ لازم ياخذ فعل ماخذ اس، لأن هذا مفرد if the change continues. زين، if he have spare time Samir come to the party، هنا طبعا بين قوسين ينطيك اسم الحالة، يقول لك first conditional. زين، هنا الاف جملة اف بها هاف، قلنا الهاف بالمضارع شو تصير؟ لو هاف لو هاز، صح؟ حسب الفاعل، هذه مع المفرد وهذه مع الجمع. الهي يعتبر مفرد فمعناها الهاف لازم شو تصير؟ لازم تصير هاز. هنا الجملة الثانية لقينا بها فعل مجرد، فكل اللي راح تسوونه يا شباب كله تجيب ويل وتخلي وراه مجرد، بس هذه راح اقول ويل وانزل الكم وراه بها شيء، هاي كلش بسيط الموضوع، يعني ابسط مما تتخيلون. هذه بقية الأمثلة الوزارية، خلينا نكملها حتى نكون ختمنا الموضوع. باوع لهنا، هنا يقول we will miss the bus، هذه عندك will زائد فعل مجرد، يعني هذه يا حالة يا شباب، هذه الحالة الأولى، وهذه جملة المستقبل، جملة المستقبل المحلولة، يعني الاختيار بيا جملة، الاختيار بجملة المضارع البسيط اللي صاير ورا من؟ اللي صاير ورا if. زين، جملة المضارع البسيط احنا ننفيها ب don't و doesn't، لو ننفيها ب won't مستحيل ننفي ب won't، لان هنا اصلا عندنا will ما يصير will و will اثنينهم.
زين جملة المضارع، جملة المضارع البسيط ننفيها ب didn't ما يصير، صح لو لا؟ ال didn't ماضي، احنا عندنا مضارع بسيط، فلازم ايش ناخذ؟ لازم ناخذ ال don't، فاقول if you don't get up. هنا نفس الحالة يقول if I have spare time، هنا عندك have وعندك تكملة، معناها هذه جملة مضارع بسيط. احنا قلنا ال have سير لو have لو has بالمضارع، معناها من اكو have يعني هذا مضارع بسيط. الجملة الثانية لازم مستقبل، شنو المستقبل؟ المستقبل لازم اكو will بالموضوع، will ومجرد. هذه will ومجرد؟ لا. هذه will ومجرد؟ لا. من الwill ومجرد؟ هذه. ليش اخذناها استاذ؟ يعني عندنا قبلها مضارع بسيط، اذا اكو مضارع بسيط معناها انها مستقبل بسيط. هنا نفس الحالة يقول will وفعل مجرد، تلاحظون will وفعل مجرد، هنا لازم بالنهاية علامة استفهام طبعا. هنا نفس الحالة أيضا، هذه الجملة لاحظت بأن هنا عندنا what، لازم بالنهاية أكو علامة استفهام، كل بداية سؤال لازم علامة استفهام. هنا من جيت لقيت جملة ال will محلولة، يعني الجملة الثانية هي جملة مضارع بسيط اللي بعد ال if، جملة مضارع بسيط، فجملة المضارع البسيط الفعل مالتها اللي اختاره لو يكون اس لو يكون مجرد. شو وقت اختار المجرد؟ لما يكون عند الفاعل جمع، هسه people فاعل جمع، معناها لازم شاخذ اخذ، يصير اخذ الماضي؟ لا. يصير اخذ فعل بي اس؟ لا ما يصير، لان people جمع، لازم تاخذ فعل مجرد. هنا عندك هذا المثال الاخير، طبعا هنا اذا اختيارات راح تختار will lose، هنا من لقيت will lose هذه محلولة، يعني هذا مستقبل، صح لو لا؟ هنا اللي إذا هذا مستقبل يعني هذا مضارع بسيط، المضارع البسيط قلنا الـ is شو تصير؟ تصير لو is لو am لو are، حسب من؟ حسب الفاعل. فإذا عندك I هذه الـ be لازم تصير am. أعيد، إذا عندك بي بجملة مضارع بسيط تصير لو از لو ام لو ار، حسب من؟ حسب الفاعل. اذا اي فمعناها البي لازم تصير ام، لو كان عندك مثلا هي شي ات لازم تصير از، حسب اللي قبل شويه كتبناهم هذول. قلنا اذا هي شي ات او اسم مفرد لازم تصير از، الاي تصير ام، وي يو ذي تصير ار، بس هذا البي بين قوسين بجملة مضارع تصير از وام. وهنا نكون وصلنا للفيديو اليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا من عنده، شكرا للمشاهدة، شكرا للفيديو.